عباد الله، إنما يحدث من تسهيل للفاحشة وترويج لها في الصيف تستعد له أنواع من هذه المجموعات التي تريد إيقاع الكبير والصغير في الفاحشة. ويوجد في بعض الفنادق عقود زواج عرفي ليس فيها ولي ولا شاهدان، تلاعب بالدين وتحاين على شريعة رب العالمين، يريدون بها إسكات واعظ الله في القلب وتسكين الضمير الذي قد يثور ويؤنب، ثم بعد ذلك ليحذر عبد الله المسافر من غشيان الحفلات الغنائية والسهرات الحمراء ومسابح الفنادق ذات التعري والنوادي الصحية التي فيها كشف العورات والتدليك بمنكراته والمساج بما فيه وما يحتويه والاختلاط المحرم، فإنك مسؤول عن سمعك وبصرك وأهلك وولدك، وقد يتعرض لدعوة إلى المعصية. نزل بعض الصالحين في بلد فإذا في الدرب الذي نزل فيه امرأة قد فتنت الناس، فعلمت بصلاحه فقالت لأفتننه، ثم تكشفت أمامه وقالت هل لك في فراش وطي وعرش وعيش رخي؟ فقال في الحال: وكم ذي معاص نال منهن لذة ومات فخلاها وذاق الدواهية، تصرم لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات المعاصي كما هي، فيا سوءتا والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. فقامت عنهم. عباد الله، إن أسرار النزلاء والمسافرين قد ترصد من بعض هؤلاء الماكرين، وربما تكون هنالك أياد خفية وكاميرات مخفية وأشياء تأخذ من الأرقام والصور ما تأخذ. وتفطن في حال ولدك إذا فتح ثلاجة فندق فإذا فيها قوارير الخمر، ماذا سينطبع في ذهنه؟ وعندما يوجد هؤلاء المترنحين من السكارى في ساعة متأخرة من الليل يسيرون، ماذا سينطبع في ذهن الولد؟ عباد الله، أموال خيالية تنفق، وأيتام وجوعى وفقراء من المسلمين في الأرض يستغيثون فلا يغاثون. ولذلك يجب أن توجه الأموال إلى الناس الذين يحتاجونها. وليحذر المسلم في ذهابه من الأطعمة المحرمة، فكثيرا ما تدهن بعض المقليات بدهن الخنزير، وكذلك يخلط ما يخلط ويقلى ما يقلى بهذا لرخصه عندهم. وليس القوم بذي ورع ولا حرص على دينك وأحكام شريعتك حتى ينقوا لك هذا من هذا. ولذا إذا عرف الإنسان أن هذا يحوي مشتقات خنزيرية أو ميتة، أو غلب على ظنه ذلك من مصعوق ومقتول بخنق أو كهرباء أو مسدس ونحو ذلك مما تقتل به الأنعام عندهم زعما منهم رحمة بها وهي في الحقيقة تعذيب، فإن الرحمة أن تذبح الذبيحة على ما أمر به الله ورسوله. وكذلك فيه نفي الضرر عن آكلها، فإن احتباس الدم في الذبيحة وأكلها على ما هي عليه يولد أضرارا كثيرة كما ثبت ذلك في الطب. عباد الله، يتشبع بعض الناس بما لم يعطى ويتباهون في السياحات والأسفار، وخصوصا عند النساء ذهبنا وفعلنا وعملنا وتركنا ونحو ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فليحذر عبد الله من التفاخر وأمة الله،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ تريد أن تتسامى وتتباهى عند ضرتها بشيء لم يحصل وعطية غير مأخوذة من الزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، متفق عليه. فيتكثر أمام الناس ويتباهى بشيء لم يحصل. وهكذا مرض التباهي سرى إلينا حتى صرنا نفاخر بالدنيا، وقد أخبرنا الله تعالى عن ذلك: وتفاخر بينكم، وتفاخر وتكاثر بينكم. عباد الله، يبقى المسلم معتزا بدينه أينما ذهب، ولا يتشبه بكفار أينما حل، وإنما يبقى عزيزا بعقيدته وتوحيده لربه وتمسكه بشرعه وإقامته لأحكام الدين وشعائره أينما حل وارتحل، جوا وأرضا، برا وبحرا، حضرا وسفرا، يقيم شرع الله. وتكون المرأة بحجابها داعية بمظهرها للحجاب، ويكون المسلم أيضا داعية ومذكرا بالصلاة إذا قام يصلي في طائرة أو مطار أو أي مكان أدركته الصلاة فيه ولو كان زاوية حديقة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن توفقنا لما تحب وترضى، وأن ترزقنا البر والتقوى والتمسك بالعروة الوثقى، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا، فاستغفر الله وأتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم الواقفين، يوسع الله لكم.